ما خصتش عليه وهو اللي كيقضي على الجامع الحومة. جامع الحومة كيقضي الغراض، ولكن انا بقى فيا ما بقدرش ندوي حتى الهضره، انا خارج من الدار باش ما ندويش على الشيء اللي وقع لهذا السيد. لا اله الا الله. ملي زايد انا راه مقدم، انا كنت معاهم، انا اللي حطو في الحاله المدنيه، ولكن دايم الله دارنا حاليا مع دارو، وداك الشيء اللي وقع لهذا الشيء اللي وقع في بليساس وهنا ما يتصورش على البال. دابا ملي حرقوه من فمو، دابا الا شتي تقول حولي حولي حاطينو ورجب الله. الاخ ديالنا السي هشام اللي انسان قبل ما يكون رجل امن، تحيه لرجال الامن كاملين. الاخ هشام واحد الانسان اللي تنعرفو دابا لمده تقريبا ديال يعني 5 أو 7 سنوات من كان باقي في الدار الحمراء قبل ما يدير الانتقال ديالو لمدينه الرحمه. انسان خلوق، مربي ولد الناس، انساني، انسان انساني بمعنى الكلمه، يعني ماشي المهنه ديالو او لكن عنده الانسانيه يعني تتغلب على اي حاجه غيديرها. وصراحه ما تنظنش ان كاينه شي عداوه مع شي واحد اللي يقدر يوصل به النيفو انه يدير في حال هذه المساله. هذه هي تلسان تعجز عن يعني عن الطريقه البشعه باش تقتل السي هشام. الله يرحمه لي برحمه الله. هذا الشخص هذا اللي دار هذه الجريمه يعني تنتمناو انه تشد يعني تلقى القبض عليه في اقرب الاجل ويتخاد فيه الحق يعني اقصى العقوبات. الناس ديال الامن حاليا راه يعني جميع السلطات يعني لا المحليه لا السلطات مثلا الامن الوطني لا الدرك الملكي لا الاعوان السلطه كذلك، يعني كل شيء خدام دابا حاليا في البحث على هاد الاشخاص او الشخص اللي قام بهذه العمليه هذه. واكبر معنا فهمتيني في الدرب درويش الله يعمرها دار، ما عمرنا كاع شفنا عيب ودري داخل سوق راسه والخدمه لدارهم. واخويا شري سمعنا راه دارنا بخاطرنا اخويا، علاش؟ حيت هو درويش فهمتي اخويا، واش اللي داروه فهمتيني بنادم بحال قلبو كحال اخويا فهمتي، مش قدرش دير بنادم بحال هادشي اخويا صعيب عليه. المهم ورا جانا الله يعمرها دار لا اله الا الله اخويا، شي قاصح فهمتيني، واخا فهمتيني شي عقوبة اللي تضرب بها المشاعر فهمتيني اخويا، مابقاش بنادم يعير بحال هادشي اخويا. حيت شفنا التصاور ديالو وداك التفاعل اللي دارو اخويا فهمتيني، تعثرش انا بقيت نخمم اخويا دارنا هادشي براسي والله العظيم ما نعسش كاع تنخمم فيها صح. ومشي نتمنى اخويا بنادم ما بكراش نمشي نشدهم ومشيني ويبردوا لينا قلبنا اخويا من جيش هاد الناس هادو اللي دايرين هادشي اخويا، راه واعرين بزاف.